لما تشوف سعر يعني صار فيها ارقام طال عمرك فيه، لما تشوف سعر نفط 27 دولار ويستمر لأشهر وهو تحت 40 دولار، ما نعرف وش السيناريو الواضح للسنوات الثلاثة أو الأربعة القادمة. ما نعرف إذا جهدنا في اتفاقية النفط سوف ينجح أو لن ينجح، ما نعرف إذا برامجنا في إيراداتنا غير نفطية سوف تنجح أو لا تنجح، ولا نعرف أنه استثماراتنا سوف تأتي وكلها في فترة قصيرة أو لا نستطيع أن نحقق أرباح تساعد نزيل الحكومة في فترة قصيرة. فما نقدر نأخذ ريسك على حساب الاقتصاد الوطني. وهذه عملت في السابق، عملت في الثمانينات إذا نتذكر، وعملت في سنة 97 إذا نتذكر. لكن الفرق بين الفترة هذه وفترات الماضية بأنه هنا أخذنا فقط أشهر بسيطة حتى عدنا إلى الخانة الطبيعية، بينما في الحالات السابقة في تاريخنا وتاريخ الدول الأخرى تأخذ سنوات حتى نعود. صح، لكن أنا أقصد حجم المبالغ كان يعني كان مؤثر أنه يدعمكم بلا شك. أنت إذا تبغى تقفل الصنابير اللي عندك لابد أنك تتخذ كل الإجراءات لين ما تتأكد أن أمورك جيدة، بعدين ترجع تفتحها بشكل مناسب. طيب يعني كيف ترد أنت على بعض الصحافة الغربية اللي قال أنه هذا قرار جاء بضغوط شعبية وهذا تراجع؟ مو صحيح. العجز انخفض في الربع الأول 44%، هذا بحد ذاته يثبت حقيقة كلامنا. فالعجز ينخفض 44% عن اللي نتوقعه. لماذا نستمر بإجراءات تقشفية؟ طيب إذا يعني الـ 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 يعني أشار قرار عودة البدلات من الخطوات المتخذة حقق تعويضا في عجز الموازنة، وش هي أبرز الأشياء اللي حققت الـ 44 في رأيك؟ مثل ما ذكرت لك، واحد إيرادات النفطية أهم عامل سبب رئيسي فيها اتفاقية النفط. اثنين الإيرادات الغير نفطية في بعض الإجراءات اللي عملت في السنتين الماضية. ثلاثة عوائد صندوق الاستثمار العامة، لأول مرة صندوق الاستثمار العامة يدخل لخزينة الدولة عشرات المليارات سنويا، هي عام 2015 وعام 2016 وإن شاء الله عام 2017 وفي الزيادة. فهذه أهم ثلاث عوامل التي جعلت العجز ينخفض 44%.